وعليكم تقبل الله طاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، والله يعينكم على إتمام ما تبقى منه. العيد على الأبواب، كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة الليلة وملفها الأول، وهو كومة سنوات صعاب أضاعتها سبع حكومات عجاف. تقفون والفلك المسخر دائر، وتقدرون فتضحك الأقدار. قالها المعري وابتلت العملية السياسية من 2003 لليوم، مؤامرات ومعارك علنية وسرية، أقدار تبتسم الناس وتتجهم بوجه ناس. والبداية من آيات علاوي صاحب عبارة والله ما أدري، اللي كان كل الزين يدري إنه بريمر والأخضر الإبراهيمي اختاروه كونه مجازاً شيعي، مثل ما كان يدري إنه الشيعة قبله وبيع على عمى عيونهم. ابتسم للقدر وترأس الحكومة المؤقتة لأقل من سنة. بعدها جت مرحلة الدعوة، وكان الافتتاح مع إبراهيم الجعفري اللي استلم السلطة بعد انتخابات الجمعية الوطنية بداية 2005. انكتب الدستور وصارت الانتخابات الثانية نهاية 2005، وفاز بها الائتلاف العراقي الموحد. وإذا بالكبشين يتناطحان، الدعوة والمجلس الأعلى، وما انحسم الصراع إلا بتصويت سري في 12 شباط 2006. أبعد بي عادل عبد المهدي عن المنصب، وقيل له انتظر غاتي ورطك مو هسه، وفاز الجعفري بالتصويت بفارق صوت واحد. بس هما صارت قسمته، لأن الاعتراضات قبت من المجلس الأعلى والكرد والأمريكان. هنا انطفت الأضواء بكواليس الدعوة والنصبة السقيفة، وقيل فليتقدم المالكي، والآيتين بداهن بفرض القانون وبصولة على الميليشيات، وأنهاهن بغزوة داعشية احتلت ثلث الدولة اللي يحكمها. شي ما يشبه شي. ولاية أولى ناجحة بشهادة الكثيرين. كان وراء بذاك الوقت شخصيات دعوية ثقيلة ومحترمة. ثم ولاية ثانية بطعم العلقم، دبت الخلافات الفريقة وآثرت الشخصيات الكبيرة والمحترمة الانسحاب مؤقتا، وتركوا المالكي أسير لمشورات شباب مندفع قليل الخبرة. وربما الحظ ما حالف المالكي، بل ربما المصفقين كثروا، وربما صارت عكوسيات، ساحات الاعتصام، أحداث سوريا. المهم التمت وصار اللي صار. جرت انتخابات 2014، وإذا بالتاريخ يعيد نفسه، الأضواء انطفت بكواليس الدعوة والنصبة السقيفة مرة ثانية، وتم ترشيح حيدر العبادي بتوافق الإخوة الأعداء وبختم مؤسسة نافذة سقيفة النصبة لمصلحة البلد بذاك الوقت. وحتى تمشي السفينة كان الإرث ثقيل والفساد ينخر الدولة، أسعار النفط بالحضيض، وداعش يحتل ويتقدم، والكل توقعوا الفشل لابن الكرادة. إلا هو قدر ينتشل الدولة من حلق السبع. المدن حررت بقيادته وأدار أزمات معقدة، والحكومة الاتحادية صدق صارت فيدرالية. بس للأسف الرجل ما عرف ينهي مسيرته بشكل صحيح. المهم ضاع وضيعوه، ولسان حاله يقول أضاعوني وهي فتنا ضاعوا. نقول هيج إذا قارنا أيامه بأيام عبد المهدي المنتفجي اللي كان يحكم وما يحكم. وهسه من يسأل نفسه بصلاة الليل عن فترة حكمه يمكن يبكي من شدة تناقضها مع سيرته السابقة. اي نعم، إلا دولة بعهده هي اللي قامت تحكم وتتحكم، وهو بس يسمع عزيز الرصاص أثناء ممارسة السباحة والرياضة الصباحية، إلى أن استقال مجبراً وتقدم محمد توفيق علاوي ثم عدنان الزرفي لخلافته في مناورة لكسب الوقت كما يبدو. بس هم ما رهمت شغلتهم،
الآن السؤال واضح، شلون بدينا وين انتهينا؟ من 2005 ل 2018 منو اللي حكمنا؟ حزب الدعوة ودولته العميقة؟ لو النظام السياسي كله؟ ثانياً شنو اللي صار وراها وخلى القوى السياسية تنجبر تفكر خارج الصندوق وتتفق على الكاظمي؟ شنو من إنجاز سوته تشرين بحيث جبرتهم على هالقرار؟ ثالثاً الكاظمي نفسه هل كان بمستوى اللي صار بتشرين؟ لو الأقدار والمنظومة أقوى منه؟ وأخيراً من هاي الفرة كلها مجبرين نرجع للي بدينا بيه، تقفون والفلك المسخر دائر وتقدرون فتضحك الأقدار. أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بضيوفي لهذه الليلة، الدكتور قصي محبوبة، سياسي ليبرالي متخصص بالقيادة والاستراتيجية، كذلك مع السجين السياسي إبراهيم ميدعي المصفق في مرحلة الباحث الشأن السياسي. حياكم الله ضيوف الكرام. هيك موضوع يعني إذا أقول لكم كل واحد منكم بإمكانه أن يعزف عزف منفرد في هيك موضوع، تقييم لحكومات ما يعني ما بعد 2003، بس على السنطور مو على القانون، على السنطور كل واحد والآلة اللي يمهر يكون ماهر بيها. هو يقولون حكومة علاوي كانت أحسن حكومة بعد 2003، شنو رأيك عزيزي أحمد؟ ما نقدر نسمي حكومة علاوي حكومة. زين، أولا يعني ما كان هو الحاكم الفعلي وما كانت الدولة بمؤسساتها موجودة، ولكن هي نوعا من الفرحة الشعبية بتغيير نظام قمعي ديكتاتوري وشخصية مدنية هادئة مثل الدكتور علاوي. ولكن برأيي أنه الدكتور علاوي يعني تهاون كثيرا، يعني تهاون مع نفسه برأيي بتقييمي، وتهاون مع المرحلة اللي هو حكمها حتى لو كانت أقل من سنة. هذا تقييمك؟ تتفق إبراهيم؟ لا بالتأكيد. يعني أولا بعد التحية لك وللدكتور أبو سيف ولمشاهدي قناة يو تي في، واسمح لي أحمد بما أنه هذا أول ظهور، يعني حقيقة أريد أن أشكر من القلب يمكن الشعب العراقي من وقف معي ولربما حتى من شمت بي في تلك الأيام، الله لا يعيدها على واحد بالباطل إن شاء الله، والشكر للجميع والقوى السياسية. أنا أعتقد حكومة أياد علاوي، هنا أختلف ويا دكتور قصي، أنه أول حكومة ولحد الآن هي مطلقة الصلاحية، لأنه أياد علاوي يمتلك السلطة التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، وبالتالي طبعا كان أكو إذا تتذكر كان هناك المجلس الوطني المؤقت اللي كان المفروض من 100 صار 64، بس ما عنده كان شكلي، لا مش كان شكلي، هو أولا انتخابه كان من ديليجيشنز يعني بطريقة 1400 1500 ممثل للمحافظات، وانتخبوا 100 عضوية، وبعدين يمكن صارت بمقاطعة سنة، بس كان المفروض بذاك المجلس أنه ينقض قرارات، كان رئيس الصدر بوقتها كان رئيس رئيسة لا تذكر بس كان قراراته نقض القرارات الحكومة والرئاسة كانت تتطلب أغلبية الثلثين، وبالتالي ما تحققت هاي الأغلبية، لذلك أياد علاوي كان تنفيذي وتشريعي، وهسه هو إذا مجبرين عليه أو كان اختياره، بالتأكيد هو كان أحد مقترحات، يعني في أحد روايات الأخضر لإبراهيم إذا قرينا وسمعنا لاحقا من كان يتناقش ويا السيد السيستاني حفظه الله، قال له ليش ما ترشحون أياد علاوي، من احنا أو حتى إذا رشحتم أياد علاوي لن يكون لدينا مانع، وبالتالي في حتى إجا بدعم المرجعية في وقته، لأن المرجعية شخصت مبكرا دعم المرجعية كتمثيل، هذا اللي طلع من الأسرار، لأنه هو لولا أن ما أدري أو للأخضر الإبراهيمي أو لشخص آخر، أنا أتذكرها بشكل جيد، أنه حتى إذا ترشحون أياد علاوي ما عندنا مانع، أو لماذا لم يذكر أياد علاوي في الأسماء التي عرضت على المرجعية، ولأن المرجعية كانت تخشى آنذاك من الصراع بين الأحزاب الشيعية وداخل كل المنظومة الشيعية، لذلك ذهبت
إلى أن يقود للمرحلة، الجزء من المرحلة الانتقالية. إحنا مرينا بثلاث مراحل انتقالية، هو هذا اللي خلانا أو أربع مراحل انتقالية قبل لنصل إلى أول برلمان دائم وأول حكومة دائمة، وبالتالي ما قدرنا نحدد شكل النظام عموما. فإجا إياد علاوي بدعم دولي بالنظام الأطراف الداخلية وأيضا بصلاحية مطلقة، أعتقد بشكل واضح يمكن نقدر نقول أنه كانت واحدة من أقوى الحكومات وأكثرها في المسار الصحيح. زين. ورسمها الأخضر الإبراهيمي بريشة دقيقة جدا، وإذا نستذكر الشخصيات اللي كانت بها كانت شخصيات مهمة، ممثلة للقوى السياسية، ممثلة للمكونات، وشخصيات بارزة جدا. بعدين شغلت مواقع، أكو ناس أخذت بها رئاسة وزراء. ليش تقول انه تختلف مع راي ابراهيم بهالخصوص؟ عزيزي احمد، احنا بالنسبه لنا لما نريد نقيم مرحله ما نقيم بالتفاصيل دائما، احنا نقيم بالمخرجات. زين. تفاصيل كثيره، تفضل اخونا ابراهيم وتكلم بكثير من التفاصيل. انا اليوم تقييمي ما لي دخل بالتفاصيل، انا اقيم على المخرجات اللي طلعت بها. زين. دائما هذه طريقه شغلنا يعني دائما. فبالنتيجه اليوم لما نقول هو تماهل، اوكي، اليوم لو اقدر اني اقبل ما تفضل بي اخونا ابراهيم انه هو كان لديه هذه الصلاحيات، كان بامكانه اني اسس لمرحله قويه جدا في داخل هاي التسعة اشهر او السنه اللي هو حكم بها. بس اني اشوف انه هذه البدايه اللي تشوفوها انتم قويه هي اللي اسست للضعف اللي احنا عانينا من عنده من هذه المرحله كلها على مدى 18 سنه. الاساسات كانت ضعيفه، ما ناقشوا الاشياء الحقيقيه والقويه، ما كانت حكومه قادره على ان تناقش بعض القرارات اللي اتخذت واللي على اساس هذه القرارات بنيت العمليه السياسيه، تعاملوا مع المجتمع العراقي. تعرف كثير من القرارات اللي اتخذها يعني بريمر في ذلك الوقت كان في زمن حكومه اياد علاوي، وبعض هذه القرارات كانت قرارات كارثية. لا لا، بريمر سلم. لا بريمر ما اتخذ القرار. لا بريمر سلم السلطة يوم 28/6 السيد اياد علاوي، 28/6/2004. قصدك انه قد يكون القانون الاساس اللي هو كان قانون إدارة الدولة كتب بوقت بريمر، ومشرعين قد يكون امريكان واكو لمسات عراقية عليه، هو اللي كان على اساس هذا التأسيس الخطأ اللي بعدين كلنا نقل الدستور. بالضبط. يعني اليوم هي دائما في اي مرحله سياسيه، في اي عمليه سياسيه، شو من اصعب مرحله؟ مو اصعب مرحله هي اول سنه دائما تاسيسيه، هي الفاونديشن اللي على اساسها تقدر تبني البنيان. فاليوم اياد علاوي بتاريخه النضالي، بخبرته، بعلاقاته الدوليه، بفهمه لاقطاب المعارضه، كان لازم يشخص كثير من الامراض اللي راح يواجهها واللي واجهناها الان. ما شفنا اليوم كرئيس حكومه، أنا ما أتكلم عن إجراءات إدارية، زود له شوية راتب أو نزل له شوية فد شغلة، أنا ما أتكلم عنها، أنا أتكلم وزع قطع أراضي أوكي، كان رجل متساهل، سلم الحكومة بكل بساطة. أنا أتكلم لا مو بكل بساطة، ماذا نقدر نمر عليها؟ لا مو بكل بساطة، يعني بصورة أفضل من غيره. بس أنا أقول اليوم دكتور أياد علاوي بكل خبرته مع الواقع السياسي العراقي المعقد واللي هو عايشه من الخمسينيات الى ان وصل الى 2003. بس تذكر لي ادارته لازمات كبيره بذيك الفتره، حرب النجف وحرب الفلوجه، يعني حربين، يعني هاي مع تنظيم القاعده وهاي مع جيش المهدي، ولولا مثلا خلينا نقول ادارته واستعانته باطراف اخرى مؤثره، كان من ذاك الوقت يمكن رحنا الى ملات احمد عقبه. صحيح، أنا ما أقول إنه المرحلة كانت سيئة، ولكن أنا أكون هو اليوم كالنتيجة النهائية ما كان عامل مؤسس قوي وأساسي وحقيقي لعملية سياسية ضخمة راح تحكم العراق ديمقراطيا بعد 40 أو 50 أو 60 سنة من الحكم الدكتاتوري والحكم العسكري. جيد. مهمة الحكومة كانت إنه توصل البلد إلى انتخابات جمعية تأسيسية، وصارت انتخابات جمعية تأسيسية، وإذا بالائتلاف العراقي جمعوا الشيعة كلهم، والقوي الأمين يصدر المشهد، وصارت انتخابات والائتلاف العراقي الموحد 141 مقعد بذيك الفترة، وصار الجعفري رئيس حكومة انتقالية وجمعية وطنية راح تكتب لنا دستور. الآن
الإسلام السياسي الشيعي إبراهيم انتشل، قال خلاص صار واحد من عندنا واستلمنا السلطة. شو تقييمك لهذه المرحلة؟ هو أني هم خليني شوي أرجع لما إحنا بالتأكيد أني حتى أكون واضح، أني ما أعفي من حكومة الدكتورة إياد هلاوي اللي هي إحنا تتذكر عندنا أربع مراحل انتقالية، مرحلة غارنر بريمر إياد علاوي التأسيسية إبراهيم الجعفري، بعدين شكلت عندنا أول برلمان دائم والحكومة المالكي الأولى. يمكن واحدة أبو إحنا لو جامعين هاي المراحل الانتقالية في مرحلة واحدة، وهذا خطأ المعارضة وخطأ المحتل اللي ما أسس لي منظومة ما بعد إسقاط النظام، ظل يتخبط ويجرب ويعني اصطدم بالرأي الداخلي اللي أيضا الرأي المرجعية، رأي قوى الشعب، ظهور المقاومة وفرضها على المعادلة، وبالنتيجة ما قدرنا نخلي معادلة تأسيسية واضحة. انطلاق المقاومة السنية أيضا في زمن حكومة إياد علاوي خلتنا، وحتى قبلها في زمن حكومة برمر ثم التحاق الصدريين بالمقاومة، أربكت المسارات السياسية مبكرا. فأنا ما أريد أقول أنه كل مرحلة إياد علاوي صحيحة، بالتأكيد كانت لديه اجتهادات خاطئة. أنا دائما حتى ما ناقض تاريخي، أنا أحمل الدكتور إياد علاوي جزء من تضخيم معركة الفلوجة أو أحداث الفلوجة، لأنه إصرار الدكتور إياد علاوي على القمع المسلح، أنا كنت قريب من المفاوضين اللي كانوا يجون من الفلوجة، وكنت دائما أشوفهم، كان الدكتور إياد علاوي مصر على استخدام القوة. يمكن لو ما رايحين لاستخدام القوة الدكتور إياد علاوي حتى بأزمة النجف أيضا كان مصر على 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 المواجهة، كان مصر، بس هو حقيقة إياد هسه بنقول دكتور إياد وتحياتنا إليه، من أنا أيضا إحنا تدري كنا شهود عيان بالعملية السياسية، ما ندري يجون ورانا اللي كانوا يلعبون دعبل زين. فأني كنت في تلك المرحلة أشوف السيد الشهواني بشكل متكرر، والله بشكل متكرر جدا، يمكن عندي أكثر من موقف شغلك السابق نفسه. يعني هو خليني هنا في الطريفة، ما أدري يمكن راح أذكرها، على أنه شوف النظام، النظام من بدأ شوية متسامح ويانا، يعني أحمد مو مثل النظام هسه. يعني يعني مثلا استدعاني الشهواني في اليوم قرار إعدام ولده، أنا كاتبه بخط إيدي، أنا اللي كاتبه قرار إعدام، إعدام القرار مال إعدام ولده، ولده هو خط إيدي أنا كاتبه. فشوف المخبر دز علي قال لي خلى الأوراق قدامي، تحياتي للسيد الفريق الشهواني، سيدي إن شاء الله تكون بخير ورمضان كريم. قال لي هذا خط من كتابة من إبراهيم؟ قلت له كتابتي سيدي. قالوا تعترف يمي؟ قلت له طبعا أعترف. قلت له أنا جابوا لي قرار ردوه علي وكتبته، لا شفت متهم ولا حاضر، لأنه خطي حلو زين. قال لي أنا مصدقك، أشكرك ابني، شو وقت ما تحتاجني وأي شيء. فظلت علاقتي به قوية جدا. يعني الجماعة هنا على مخبر سري على شغلة زي، وين راحت هاي اللي وين راحت هذا الفهم؟ لا هذا الفهم وين راح؟ هذا التفهم، هذا النظرة لعراق مختلف عن عراق صدام حسين. الدكتور ايش قد حكينا على موفق الربيعاني؟ فد 10 مواقف صايرت لي ويا دكتور موفق، فد 20 موقف ويا دكتور اياد مثلا زين. وبالمناسبة يعني اخوي هم تحياتي، اريد اسال انا خل ارجع للفكرة حتى ما اضيعها. اللي صار بعدين، شوف دكتور اياد يمكن خطأ الوحيد انه بنفس خطأ الدكتور العبادي مهتم بالانتخابات، ترى كل الزين نتذكر. يعني يعني في اليوم قاعد ويا وزير الدفاع شلون سوى تحالف مهم، اي بس اغلبية شيعية فرض بس بس, بس والله ما استخدم، بس اعتقد الاستغراق بهيش تفاصيل ما راح يعطينا نتيجة واضحة. احنا نقيم حكومات احنا تقييم بالتفاصيل وبعدنا بالحكومة الاولى، لا تقييم بالتفاصيل لا حبيبي، لا اني اليوم من تريد تسوي دراسة على اي موضوع؟ اسمح لي ابو زين، اسمح لنا حبيبي الغالي، اليوم من تقيم حكومة قيم بالمخرجات مالتها، أما حوادث وتفاصيل هواية تفاصيل، حتى بحياتنا الشخصية هواية تفاصيل. طيني مخرجات حكومة الجعفري، طيني مخرجات الحكومة اليوم، طيني مخرجات حكومة الجعفري، ماكو أي مخرجات. قيم بالعكس، قيم مخرجات حكومة الجعفري بالعكس، بداية تأسيس الميليشيات، أسست الإسلام السياسي والدول القوى الموازية للدولة. أنا اليوم لا بداية حكومة تنجح بإقامة انتخابات في سنة واحدة عزيزي انتخابات جمعية وطنية، هي القيمة بالانتخابات، صارنا 18 سنة كل انتخاباتنا صارت، هل احنا ناجحين لو فاشلين؟
كل انتخاباتنا تنتكس الى الوراء. المقياس ليس بالانتخاب، يعني احنا ما نروح للنظام الديمقراطي من اجل الديمقراطيه، احنا نروح للنظام الديمقراطي عن الدوله. حكومه الجعفري بدايه تاسيس الميليشيات هل كانت مفروضه على الجعفري في ذاك الوقت؟ يعني ظرف معين فرض على الجعفري انه تاسس ميليشيات؟ لا لا لا، مو هذا كلام خطير، هذا توثيق للتاريخ على عين وراس. بس خلينا نخلي ضابطه قياديه، ما نقبل اليوم نقيم اي مسؤول في الدوله او اي مسؤول او قيادي تحت يافطة فرض عليه. أه. هو يتحمل مسؤولية فرض عليه أو غير فرض عليه. راح نوصل للدكتور عادل، للأستاذ عادل عبد المهدي، وراح نوصل لكثير من القيادات مسؤوليته. أما إذا كل قيادي أو مسؤول أنطيناه يعني باك دورز، باب خارجي، إنه والله فرض عليه ونبرر له، ماكو شيء اسمه فرض عليك. الوحدة بأمرها. أنت اليوم قائد الرأس، اليوم الرأس التنفيذي لهذه الدولة، وهذه دولة وليدة. فإذا اليوم أنت تهاملت بأخذ اللقاح الحقيقي لهذه الدولة راح تطلع دولة كسيحة. احنا اليوم دولة كسيحة بسبب بداياتها كسيحة. كان اكو تهاون كبير. اليوم لما قلنا اخو استاذ اياد علاوي تهاون، حتى مثل ما تفضل هسه الان اخو ابراهيم، يعني اليوم هو واحدة من اخطائه انه هو ما قدر يفهم انه المرحلة القادمة هي اهم بكثير من المرحلة التسعة اشهر اللي هو حكمها. اي بس انت لو تسعة اشهر ما تريد تسوي، انت بتسعة اشهر شو تريد تسوي؟ أنا بعد تسعة أشهر اليوم بخبرة أياد علاوي بتاريخه اللي هو يعرف الدولة العراقية. لا احكي لي على 11 مال الجعفري. الجعفري أنا بالنسبة لي 11 أنا أولا أشوف الدكتور الجعفري كان في حالة تجلي. يعني ما كان في حالة، مع احترامنا وتقديرنا للجميع، احنا بدنا نقيم وهذا تاريخ، إذا ما قيمنا احنا راح يقيمه غيرنا. ما كان في حالة جدية بناء دولة. اكو جدية لازم تصير بالموضوع. هل ما كانت مهمة الحكومة بناء دولة؟ لا، كانت مهمة، أهم مهمة كانت جمعية وطنية تكتب دستور. عزيزي من خلف، بس اكو أعمال مرادفة. اليوم اوكي عندك أعمال مرادفة. عندك عمل. الله يرحم أبو هاشم أحمد الشلبي، جاب الجعفري خلاه رئيس لجنة، أي عقد فوق $3 مليون يمر عليها، وأقل حكومة كانت بها فساد حكومة الجعفري. الحكومه بيها نظام ماكو فلوس، وبعد ما جاتنا لا اكو فلوس، بس لانه لجنه العقود الحكوميه اللي صارت يم الدكتور احمد الشلبي، احنا بنشيل التفاصيل، ما خلت فساد بالدوله حقيقه. بس شوف احنا المشكله اللي قالها دكتور قصي، نحن نعتقد ان كل انتخابات انجاز، واحنا نعرف انه كل انتخابات ما انجرى فيها من تزوير على الورق، وتزوير في المدخلات الانتخابيه، وتزوير في اراده الناخبين، مره بالتجهيل الطائفي، مرة باستخدام السلاح، مرة بالدخول على السيرفرات. وبشرك وأنا أهيب بالسيد رئيس مفوضية الانتخابات وسيد مصطفى الكاظم وفريق الانتخابي، حتى الآن دا نسمع أنه في تسابق على فرق الهكر العالمي للدخول إلى السيرفرات، وهي حقيقة. هم راح يدزون عليه باكر يقولوا لي معلوماتك، لا تدزون عليه، كل القوى السياسية تحكي بيها زين. فإحنا يعني حكومة 2018 معروفة أنه انتخابات 2018 تزويرها الكبير كنا ندري بها، الأمم المتحدة قالت، الحكومة قالت، المخابرات قالت، مصطفى الكاظمي قال، رئيس البرلمان سليم الجبوري قال، وبالنتيجة إحنا أسسنا على تزوير. أنا أقول، حتى أقول أنه هي مو كل انتخابات نصر، حكومة الجعفري ركزت على انتخاب الجمعية الوطنية وكتابة الدستور وإجراء الانتخابات، وأنا أعتقد هنا صار الخطأ في التأسيس. أنا من ذاك الوقت، وكنت أيضا أطلع بالتلفزيون وأكتب بالصحافة ونشر، قلت يجب أن تستمر الفترة الانتقالية، لأنه أحمد إحنا كل 9 أشهر يصير عندنا تيرنوفر كامل بالفترة الانتقالية. إحنا المراقبين اللي عشنا في النظام السياسي ما عرفنا شلون المرحلة الانتقالية. رحت جيت كتبت الدستور وأخذت حتى المواد الصحيحة في قانون إدارة الدولة الانتقالية وشوهتها كثيرا في الدستور، أغرقتها بالبنود التفصيلية، أغرقتها بالتفاصيل. بس أنا أفضل أردوغف أنه تركز على الأداء القيادي، الأداء المسؤول. اليوم حدا نقيم شخصيات، ما نقيم بروسس، حكو فرق، أنت تعرفه كل زي. ماكو ولا شخصية من 2003 لحد الآن امتلكت سلطة مطلقة كاملة. خلوا مجايين كاملة واحد حتى نقدر نقيم. سؤال فضل. أنت نادى تركز على الشخصيات وعلى رؤساء الحكومات تحديدا. نعم. ليش هو السيستم والنظام منت مطلق الحرية لرئيس الحكومة حتى يصرف؟ يعني المشرع من كتاب الدستور كان إلى حق رئيس الوزراء أن يتدخل بلجنة كتابة الدستور 55. جعفري من كان رئيس وزراء إلا حق قالهم يابا كشيعي، رئيس وزراء شيعي إلا حق يقولهم يابا يا مشرع شيعي، شلون تخلي المادة 76
شو اسمه الاكثر عددا على اعتبار انتم اغلبيه فالاكثر عددا احنا راح نفوز بالانتخابات ورئيس وزراء من عندنا. عشان يقدر يقول لهم هيك يقدر يتدخل كرئيس وزراء مو كشخصيه على مرحلة قياديه على مرحله نتكلم احكي عن كتاب مرحله كتاب الدستور اللي كان بها رئيس وزراء سيد جعفري. اي بس مع ذلك صحيح عنده اهداف عليه ان يقوم بها ولكن انا اليوم من ايد اقيم رئاسات حكومات اللي هي رأس الجهاز التنفيذي في الدولة واللي احنا نعرف كل الزين ضمن الدستور مهما قلنا انه اكو سيستم واكو نظام يقيده ولكن لديه صلاحيات واكتشفنا في المراحل القادمة لما يراد رئيس الوزراء يستخدم صلاحيات استخدم صلاحيات هاي لازم نعبر على الحكومة الاربع سنين ما خالف بس السنة الاولى والسنة الثانية انا في رأيي هنا بدا الخلل يعني اليوم يجب ان ما نبرر ذني السنتين لا حكومة دكتور علاوي ولا حكومة السيد الجعفري وين الخلل بدا الخلل الدكتور اياد علاوي تماهل كثيرا في بعض القضايا الاساسيه والمهمه تماهل بها والسيد الجعفري في وقتها قلت لك كان في مرحله تجلي يعني ما كان عنده ذاك الاصرار على انه يؤسس لسنه من العمل المؤسساتي الحقيقي نعم عنده هدف انتخابات عنده دستور دا ينكتب ولكن اكو بروسس دا يمشي بالدوله اكو عمل دا يصير ونعرف كل زين بعض العمل بعض البعض اكو ملجأ الجعدري بعض القوى رحيم. بعض القوى الميليشياويه بدأت تنمو اكو ملجأ الجعدري اكو دريلات قامت تستخدم وتتزرب فيها جماجم طبعا على شو شغل رئيس وزراء طبعا لا شغل رئيس وزراء هذا اللي يقصده هذا التقييم رئيس وزراء قائد عام القوات المسلحة لازم يعرف الجادرية من وبي وسيطر عليه عزيزي أحمد شلون سياراته من الداخلية تطلع تروح الميليشيات الميليشيات تلبس تلبس لبس قوات وتروح تقتل وتجي وتطب على العظمية وتروح وتدبر السدة هذا شغل رئيس وزراء هل هي متعنا احنا هسه بنرجع هذا اللي اقوله انا يعني اليوم اقول انه بعض الانحرافات اليوم تبدي شوف احنا بنريد نقيم اي قياده حتى في التاريخ مالتنا حتى في التاريخ الانساني او في التاريخ الاسلامي ايه يقول لك والله فلان قيادي سوى حدث مو هو الحادث جد نتاجه صدام حسين طب الكويت بس هو طب الكويت دمر دوله مو دمر دولتين دمر منطقه دخلنا حرب 8 سنوات ما تدمر العراق ولو ضالين نحارب بعد 10 سنين ما يدمر العراق مو ولو قايمين باي حرب ثانيه 10 سنين هم ما يدمر العراق ولكن انت احتل دوله شوف هذا الخطا معناه شنو أنا أجيبه كمثال في بعض الأخطاء اللي يرتكبوها القادة والمسؤولين هي أخطاء لا يمكن إصلاحها فاليوم بقلب حكومة الجعفري نمت هذه التجاوزات وثم الاعتراض الكردي والاعتراض الأمريكي واعتراض المجلس الأعلى على الحق الدستوري للسيد الجعفري وإزاحته عن رئاسة الوزراء وتكليف المالكي بعد هذا خطأ تعتبره لو ظروف دفعت هاي الأطراف الثلاثة أن توقف ضد الجعفري لا خطأ هذا؟ لا ما أعتقد خطأ أعتقد شانت الظروف طبيعية يعني الدكتور الجعفري دستوريا وكحق دستوري ائتلاف عراقي موحد وفق الدستور رشح السيد الجعفري وزيح السيد الجعفري برغبة وعدم قناعة مجلس أعلى كرد والولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأعلى مو كان مؤسس يعني لهذا يعني الدستور بعد الحبر مالته ما جاف تم مخالفته شوف هاي النقطة الأساسية وليش الدستور صار بعدين مكفخة؟ ما كان الاختلاف على 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 المبدأ كان اختلاف على الشخص والدليل إنه في داخل منظومة حزب الدعوة اجى السيد المالكي يعني ما راحوا لبعيد وإنما كانت لكم مؤشرات على الأداء اليوم إحنا موضوعنا التقييمي هو تقييم أداء كشخص أنا عندي دستور لو عندي أداء لا عندنا أداء الدستور تجاوز على الدستور لا صار تجاوز على الدستور وقلت لك بعد حبره ما جاف هنا لا دفاع عن سيد الجعفري اللي سحب التكليف ولا عمام التوافقيه مو يعني ما منع حق مثل ما صار في انتخابات 2010 انه المرشح الكتله الاكبر ياخذ حقه لا هو اللي صار اللي تقصده انت انه بوفق السياق الدستوري يجب ان يذهب الى التصويت وفي التصويت يفشل مو صح لكن هنا تاسست التوافقيه احنا انت هنا تاسست تجاوز الدستور باي النقطه ما تردون الجعفري لا صوتوا له بالبرلمان خلي شكل حكومته بس ليش تتجاوزون الدستور تحرموه تجبروه أن يعتذر قبل ما يقدم حكومته هذا صار تجاوز الدستور المهم صار السيد المالكي أريدك تقيم للأربع سنوات الأولى السيد المالكي. يعني بلا شك يعني في العملية السياسية بعد 2003 واحدة من أفضل الإدارات للدولة ولاية المالكي الأولى بلا شك يعني أنت إحنا المالكي من استلم الدولة غارقة في الحرب الطائفية الحقيقية مش افتراضية زين المحاور الإقليمية مشتبكة بكل قوتها بالصراع الداخلي
بشكل واضح الأمريكان لم تكن مع كل قوتهم في العراق، ليس لديهم أي رؤية وأي استراتيجية لهم، لا يعرفون مع من يتعاملون. بإعلان خطة فرض القانون 2007 اللي تزامنت ويا إعلانة خطة السيرج أو البلدب اللي اسمها بالعربي زيادة العدد مال ديفيد بترايوس. إيه بترايوس سواها نشر بترايوس عقد الصفقة مع العشائر السنية. بترايوس لو ما لاقي طرف عراقي يعول عليه، يعني قريب من كل التفاصيل أحمد، أنا عايش بالتفاصيل، يعني بالتفاصيل عايشة زين. بترايوس لو لم يجد طرف عراقي يعتمد عليه ما ذهب إلى الولايات المتحدة وأصر وأقنعهم على زيادة العددية، وسوى القوات الأمريكية 170 ألف، سوى الأوت بوت سيستم اللي نشر القوات الأمريكية بالشارع. هو سؤالي هنا، هذا شغل المالكي لو شغل الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان عندها 162 ألف جندي؟ لو كان إبراهيم الجعفري ما قدر يسوي هذا الشغل، ومن كان المالكي واختلف مع الأمريكان في الولاية الثانية ما قدروا يسوي كل شيء بحيث سقطت المحافظات. التفاهم وأنا أقول لك هنا النجاح للمالكي في الولاية الأولى والتفاهم بينه وبين الأمريكان استعاد العراق في فترة من أكثر الفترات صعوبة، لأنه إحنا نشوف حتى من جت داعش ما كانت حرب أهلية معلنة، صار في تنظيم اسمه داعش، وفي جهد من وضع إقليمي وسقوط أجزاء كبيرة من سوريا، تشكيل التنظيم، العودة إلى، لكن 2005 فما فوق كان عندنا حرب داخلية حقيقية، حرب أهلية بشكل كامل نجملها يعني وبالتالي يعني الحرب الأهلية مو شرط يعني خطوط تماس مثل الحرب اللبنانية. يمكن يمكن أحمد باستثناء المالكي من استلم، خلينا نكون منصفين، والأكراد اللي حاولوا أنه يكونون حاجوز وسيط، حاولوا يرسلون قوات إلى الداخل، كل الأطراف العراقية كانت مشتركة وجزء من الحرب الأهلية كلها بشكل علني أو بشكل سري، الدولة وقوة خارج الدولة السياسي والمسلح. فبالتالي إنقاذ العراق من تلك الحرب الأهلية نعتبره منجز للمالكي، استعيدت الدولة بشكل كامل، صار قيمة للشرطي وقيمة للقانون وقيمة للدولة. مشينا أيضا إلى انتخابات حقيقية تقريبا، بحيث أنه منافسين أخذوا الأغلبية عليه، لكن المشكلة بدأت بعد الانتخابات. جيد نوصل هاي النقطة. أريد تقييم الولاية الأولى للسيد المالكي. أنا طريقتي بالتقييم تختلف عن طريقة أبو زينب. زين. أبو زينب يقيم تفصيلي، أنا أقيم مخرجات. زين. وأقيم الشكل العام. اليوم إذا أريد أقيم حكومة المالكي الأولى أقدر أقول هي حكومة حكمت باسم شخص وحزب، يعني المالكي والدعوة هو اللي حكموا بالحكومة هاي الأربع سنوات. ليش بأمريكا يعني من يحكم؟ لا 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 من يجي ترامب والحزب الجمهوري مقاطعة كاني هي مو هيك مقاطعة مو بايدن والديمقراطي مقاطعة حبيبي جيد مقاطعة عمري. فاليوم الحكم بالأربع سنوات الأولى حكم حزب الدعوة بكامل مفاصلة، وكان أداء كحزب جدا جيد، فلذلك كان أداء المالكي سيد المالكي في الأربع سنوات الأولى وخصوصا في الثلاث سنوات الأولى كان أداء جدا جيد للأسباب الثلاثة اللي راح أذكرها. السبب الأول لم يكن وحيدا، كان معاه حزب، وحزب به مفاصل مهمة جدا وطاقات عاملة. احنا صحيح الناس تشوف المالكي بالشاشة، ولكن اكو ناس جوا المالكي كانوا يشتغلون بقوة. اليوم المالكي كان عنده مدير مكتب يعني يصل الى مرحلة رئيس وزراء ثاني بطريقة دكتور طارق نجم. احنا ذني يكون هاي انا من اقيم قيادة، اقيم الدائرة الضيقة، صانعي القرار، كان عنده مستشارين يذهبون شرقا وغربا ويعقدون صفقات ويهدئون جبهات حتى مع أمريكا. اليوم تفضل أبو زينب قال أمريكا وباتريس هو اجتمع ويا المالكي، لا أكو ناس من حزب الدعوة كانوا قاعدين في واشنطن، وانت تعرفهم وانا اعرفهم وأبو زينب هم يعرفهم، صح، واشتغلوا شغل قوي. فاليوم لما نقول المالكي في الأربع سنوات الأولى وتقييمه، لم يكن المالكي وحيدا، كان معه حزب، وحزب لديه فكرة ولديه خطة لحكم العراق. لديه خطة. يعني حزب الدعوة كان يعني الوحيد، الحزب الوحيد، لا المجلس الأعلى ولا بدر ولا أياد علاوي ولا الدكتور أحمد الشلبي ولا أي حزب، هم كلهم تفرعات حزب الدعوة بالنسبة للإسلام السياسي، بس حزب الدعوة كلهم فروع من حزب الدعوة في الحكومة الأولى المالكي هو كان الحزب السياسي الوحيد في العراق. ما كان يريد ينطيها لا مو ما كان، هو كان الوحيد المنظم، كان مدخن بقياداته، كان موزع الأدوار بشكل جيد،
وكان السيد المالكي بالأربع سنوات الأولى هو لا لا وكان رجل هو متابع أكثر الأكثر كان يشوف نفسه البديل الشرعي لنظام صدام حسين البديل الشرعي احنا حكم العراق احنا بالمعارضه يعرف زين. يعرف ابو زينب بس اعطيني فد اكثر من فد 20 ثانيه بالمعارضه العراقيه كان حزب الدعوه يسوي احسولف لك فد يعرفوها كل اللي اشتغلوا بالمعارضه العراقيه كان حزب الدعوه يقول المجلس الاعلى والبدر اللي يقاتلون بس احنا راح نحكم فمن ذلك الوقت هم كانوا يفكرون بالحكم وكانوا يستعدون للحكم حقيقه يعني اكو شباب من الدعوه كانوا في طهران يدخلون دورات دبلوماسيه على متصلون سفراء والان ما يسمعوني ويعرفون اني يعني على منو اقصد فهم الوحيدين اللي كان عندهم مشروع حكم ومشروع دوله ذلك نجح المالكي في الحكومه الاولى لانه حكم هو والحزب وليس وحده ليش فشل بالثانيه حسب ما النزعه الى الاستبداد نزعة أولاً هو نقدر نحكم هل فشل في الثانية؟ أنا بلا شك أنا أقول فشل يعني قلناها حتى ما ناقض نفسنا وقلناها له وقلناها للرأي العام المالكي في الولاية الثانية شوف هو لو ماشي أن يكتفي بالولاية الثانية يمكن كان يبقى محافظ على التوافق الشيعي على الأقل اللي بقي مدعومه على توافق الحزبي لكن المالكي لم يكتفي بالثانية وإنما أسس من الثانية للانتقال إلى الثالثة وهنا بدأ لأنه الإنجاز الأول للمالكي مثل ما قال أبو سيف كان معاه حزب بس بالأحرى مو بس معاه كانت مع المرجعية كانت مع الأحزاب الشيعية الأخرى اللي كانت تنتظر دورها في طابور الوصول إلى رئاسة الوزراء فمن شافه بالمرحلة الثانية بالولاية الثانية أسس للولاية الثالثة وأنا قلت له هذا الكلام في وقتها وعدتها عشرات المرات عليه بدأ ينفض حزبه من عنده بدأت تنفض الأحزاب الداعمة إليه تصور أن الكل خصوم فبدأ والله أني في اليوم قاعد وياه قلت له دولة الرئيس هاي طاولة مستديرة نفس هاي خلنا نقسمهم بالنص نص اعتبره حليف ونص أضربه دمرة أنت راح تبدي واحد واحد راح يتجمعون عليك وبالنتيجة صار كل الخارطة السياسية الوطنية العربية والشيعية والكردية وانتقلت بالنتيجة إلى داخل الحزب صارت ضد المالكي احتبك المالكي فقد السيطرة حاول الانتقال السآني ما بر بعض السنة من قيادة صارت بالسنة الأخيرة من الولاية الأولى طلعت الصورة بدت من 2012 أحمد أنا قريب من المالكي لا 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 لا, لا, لا من 2009 بدت من 2012 بالولاية الثانية 2009 من تأسس ائتلاف دولة القانون ودخل انتخابات مجالس المحافظات واكتسح المحافظات المحافظين صاروا المالكي طب دقنا قوس الخطر عند القوى السياسية مو أنا أرجع لا كانت أنا تطلع بدأت تطلع هذا راح أخليه يطبق قيمها حتى نمر على أيضا ضرب الدستور مرة أخرى نرجع نلتزم أنا ألتزم بالضابطة اللي أنا وضعتها أنه دائما أقيم المرحلة بالشكل العام مالتها زين اذا قيمنا الاولى نجحت لانه المالكي حكم هو وحزبه انا ما اريد اطفر على الثانيه هسه اريد اطفر على الثانيه بعدنا الاولى يعني حيثيات اللي والملابسات اللي صارت اللي قبل ما تصير الثانيه قبل ما تصير الثانيه ليش ليش هو كان المالكي له حق يروح ولاية ثانيه دستوريا داك العراقيه جايبه 91 مقعد هذه اكبر كتله الاكثر عددا تروح تشكل حكومه هذا الخطا القاتل اللي وقعوا فيها الشيعة هذه 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 انا ابو جنابر ما دام بدنا نقيم مرحله بدنا نوثق اللي حدث اللي حدث بهذه المرحله برايي انا الشخصي هذه بدايه موت العمليه السياسيه يعني العمليه السياسيه بذاك الوقت كان عمرها 6 سنوات فقط ولكن بدايه موتها انضربت كانسر بال 2010 بالضبط بدايه موتها يعني هاي المرحله اللي وراها كلها كانت عايشه على الكيمياوي يعني مجرد جرعات بعدها عشان اي بس هنا لا راح تموت قريبا راح تموت هنا بدايه الموت لانه اليوم انت هنا انا برايي ضرب الدستور الحقيقي مو اللي صار هو لو ما صار الضرب الاول كان صار الضرب الثاني لا هاي غير شكل ذاك اقدر اعتبره داخلي ولكن هنا عندي قائمه هنا اجيت انا فسرت منو اللي يفوز بالانتخابات لو اللي يفوز بعد الانتخابات ودخلونا في متاهه لحد ما طالعين احنا من عندها نرجع مره ثانيه ونقول ان المشرع كان قصد المشرع خاصه الشيعي اللي يفوز بالانتخابات طبعا كلنا في الحقيقه بعدين وما حكيت انا بالتقدير الجماعه بالهم يبقون قلب على قلب اخوان وائتلاف عراقي موحد بعدين المالكي بنجاحاته شاف نفسه انه 2009 اسس دولة القانون دخل وحده انتخابات 2010 جاب 89 مقعد كتله الاكبر جماعه 91 انشقوا الشيعة استغلوها الجماعة العراقية جابوا 91 مقعد صار حقهم
الدستوري. نعم. الدستوري، واذا ينضرب الدستور بتفسير من المحكمه الاتحاديه هنا صار المقتل، هنا صارت هاي بدايه موت العمليه السياسيه اللي احنا اليوم الان وصلت الموت السريري. عبر لي على الثانيه، صارت اتفاقيه تربيل وصار المالكي رئيس الدراري ولا ثانيه. عبر لي على الثانيه، بدايه الثانيه تقييمي للثانيه هي بدايه الفشل لحكومه المالكي. شلون؟ ها انتقل، وين راح حزبه؟ انتقل السيد المالكي من حكم المنظور، من حكم الشخص والحزب الى حكم الشخص والعائله. والعائله هنا أنا اختلفت المقاييس. هنا أنا بدا الحزب يضعف في التاثير على القرار. بدت الادوار تضعف. بدا هامش المناوره مع الاخر يضعف، مثل ما تفضل الان اخونا ابراهيم وقال انه انا نصحته، قلت له يعني لا تعادي كل واحد. ليش منين جت هاي العداوات؟ لانه ما كانت اكو هناك منظومه لصناعه قرار ولتواصل مع الاخر ومعرفه الحجومات المهمه في داخل. واضطر السيد طارق نجم ينسحب ويمكن غادر فتره الى لندن. بالضبط. مو بس سيد طارق. اليوم احنا اليوم بنتكلم بجزء دكتور طارق لانه شخصيه معروفه ومدير مكتب وهمين كان شخصيه معروفه للمتخصصين بالوضع زي. لكن كثير من القيادات في داخل الحزب ابتعدت عن القرار، وحتى لو كانت تقدم مشوره ونصيحه كان ما حد ياخذ منو الاقترب. منو الاقترب يوم القرار؟ من قام يصنع قرار؟ هنا احنا بعلم القياده هنا نقول دخل القائد او المسؤول في عالم النرجسيه. انتهت عالم النرجسيه وعالم انه انا الفايز وانا الناجح. يوصل الى مرحله بحيث يقول انا اذا جبتوني بالمرحله الاولى فكان اكو فضل للحزب، اما المرحله الثانيه انا متفضل على الحزب. انا جبت الحزب. هنا بدت المعادله تنقلب. هنا بدت الموازين تنقلب، طريقه التفكير تختلف. والشباب كبروا والولد كبروا وبداوا ياثرون بالقرار. الشباب كبروا، بس هي الهدف الاساسي. شوف هو حتى الان، حتى لو كانوا الشباب كبروا، لو كانت العائله تمددت، لو كل هذه التفاصيل، ولكن يبقى القائد مثل ما قلنا احنا نريد نقيم على مود ما نعطيهم مخرج خارجي. نقيم التقييم الحقيقي مالتنا، وهو انه الدوره الاولى نعم انا نتاج الحزب، بس بالدوره الثانيه الحزب في الحكم نتاجي. يا اخي ابراهيم، بس هم للانتخابات وهم هو وحلفائه، يعني هم جاب 107 مقعد انتخابات 2014، اقصد هم جاب 107 مقعد. اي بس صار الخلاف مثل ما قال ابو سيف داخل الحزب وداخل المكون. بالنتيجه لا الحزب يريده بشكل كامل ولا المكون ولا وطلعت بشكل واضح ايضا ولا المرجعيه. فبالنتيجه احنا هنا نرجع نقول اني في وقتها لم اكن بالنتيجه ضد تفسير قرار المحكمه الاتحاديه، مع انه انا ادري به غلط بصراحه. انه انا اعتبر المحكمه الاتحاديه هي محكمه دستوريه. انا اقول لو رايح للتكليف الاياد علاوي ما كان يحصل على الحكومه بشكل كامل، ولو حاصل على الحكومه كان نفس اللي صاروا يجعفري. لو خلينا الجعفري يشكل حكومه بالضبط، كان نفس اللي خلوا الجعفري يشكل حكومه ولا تعطوا ثقه بالبرلمان، خلوا علاوي والعراقيه يشكلوا الحكومه ولا تعطوا ثقه بالبرلمان، بس لا تضربون الدستور. هذا بالاحزاب الاسلاميه الشيعيه والسنيه، لانه هي اختلفت على المالكي، لكن انا ذاك لم تكن تختلف على ان حتى نستثمر الوقت، لان عندنا مرحله ثانيه من الحوار نحكي بدنا عن باكر. يلا نستثمر. لا قصدي خلينا نستثمر. سقطت 3 محافظات اخر شهرين 3 من حكم الاخر، اي تقريبا اخر اشهر ولايه المالكي الثانيه. طبت داعش رغم انه فاز قلت لك 107 مقعد، لكن صار اللي صار، وصار العباد رئيس وزراء، استلم دولة طائرة ثلثها. وحكي لي على حقبة لا ما احكي لك على انا احكي لك انه انا من 2012 ترجع لي، ما عندي وقت. لا ترجع لي، لا عندي وقت وهواي عندك وقت. انا ما عندي وقت. انا بس من انا احكي تريد حولي. لا دعبر على حقبة العبادي. لا قيم ليها. لا شندك. انا من 2012 اعتقد موجود الكثير من القيادة السياسيين اللي بديت احذر من عودة تنظيم داعش بالاعلام بالوسط السياسي. اضطريت على قيادات حزب الدعوة كلهم بدون استثناء وكلهم يسمعوني الآن، وحكيت ويا السيد المالكي أكثر من مرة أنه التنظيم سيعود. صارت تحالفات لمجموعة من الفصائل السنية. الوضع السوري سينعكس في العراق. طبيعة تدخلنا في الوضع السوري وخلافنا للإرادة الأمريكية راح تدفع الوضع للقاعدة، أنه أو القاعدة كانت الدولة الإسلامية أن تعود للعراق. طبعاً بداية نهاية 2012 يعني صرت العدو الأول للسيد المالكي، وتدري من طلعت إلى الأردن وظليت إلى خروج
لا خروج السيد المالكي من السلطة يلا رجعت. فأيضا عايش التفاصيل، أنا قيم على التفاصيل، أنا ما عليها، أنا لازم أقيم بالتفاصيل، ما عندي ما عندنا وقت للتفاصيل ما عندنا وقت وقت للتفاصيل ما عندنا. لذلك أريد أعبر من إجا حيدر العبادي إجا استحقاق أنه خلص لا أحد يتعامل مع المالكي، كان بشكل واضح أن الأمريكان قالوا إحنا لن نتدخل إلى أن يخرج المالكي. حتى المرجعية اللي بفتوى الجهاد المقدس بشكل واضح ضد داعش، حتى المرجعية واضح، الحزب قرر انه جناح من الحزب قال ما يستمر المالكي. الحزب استجاب للمؤثر الدولي والإقليمي والمرجع، ارسل رسالة سأل وقال هذا خياركم، رسالة المرجعية وقال هذا خياركم، اجى سيد العبادي اجى بهاي الظروف. تقييم قيم لي على المخرجات، مو تقيم على المخرجات. انا قيم على المخرجات الان. المخرج العام لحكومه السيد العبادي وهذا التقييم انا قلته له انه كان فرصه وليس حل. فرصه، نعم، العبادي كان فرصه ولكنه ليس الحل. شنو الفرق بين الفرصه والحل؟ طيب. يعني مو هو الرجل اللي جاي وعنده مشروع جاهز وباله انه يعني يعمل فد خطه لنهوض العراق بالاربع سنوات دعت. ولكن هو كان فرصه انه ينطي للدوله المدنيه مساحتها، فرصه ان يعيد التشاوريه في داخل العمل السياسي مع داوي حزبه ومع الاخرين، وفرصه في انه يعيد العراق الى المجتمع الدولي اللي تقاطع مع العراق، تقاطع مع المجتمع الدولي في اخر سنه سنتين من حكومه السيد المالكي. فكان فرصه كبيره، وهذا التقييم اني قايله له شخصيا للدكتور العبادي وقايله لكثير. الفرصه مو تقييم دكتور، هسه احنا هم نفهم بالقياده والاستراتيجيه، الفرصه مو تقييم، انت قيم لحكومه العبادي. فرصه وليس حل. اوكي الفرصه مو تقييم، انا يعني اريد مخرجات. لا اريد، هي فرصه كبيره. رشيد ابراهيم هاي الفرصه، انا ما احكي تفاصيل. لا لا انا ما احكي ابراهيم. اريد اقول لك من 10 ايش قد نجح؟ اريد اقول لك 7. جيد، هذا التقييم 7. سبعة بدون تفصيل. بدون، انا ما ادخل بالتفصيل. شوف التفصيل يغرقك بكثير من التفاصيل. انا اليوم اقيم انه رجل ليش ما رجع، ما نجح لانه ليش ما رجع، ما رجع ليش ما فاز بالانتخابات، شنو اللي منعه من العوده؟ لانه مو سياسي. زين هو لا لانه مو سياسي، مو سياسي. نعم، العبادي بين وبين وبينه وبينه وبين السياسه بين المشرقين والمغربين، مو سياسي العبادي. العبادي رجل دوله. شوف مرات شخصيه الانسان تحكم تصرفاته. العبادي مهندس يعني الكترونيك، يغرق بالتفاصيل ودقيق جدا ويحسبها حسابات، ولكن عقلية سياسية ومستعد مثلا يناور ويشوف الصورة ورأسا يرسم يرسم تحالفات، يعني ارتكب أخطاء في تشكيل القائمة مالته، ارتكب أخطاء في تشكيل تحالفاته. رجع إلى كهنة الحزب، معظمهم نزلهم رقم واحد بالمحافظات. رجع هنا إلى في الوقت هو كان الشعب معاه منتصر، المجتمع الدولي كله مهيئ إليه، يعني كانت هنا الكهنة اللي كانوا مهمين. الحكومة الثانية كانت أبو سيف على طبق من ذهب، ضيعها بكل بساطة. الكهنة اللي صنعوا نجاح المالكي في الولاية الأولى صنعوا فشل العبادي في 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 الحصول. زمن تغير، زمن تغير، هذا هاي معادله. هم ماذا يعرف، ماذا يعرفون انه ليمتى التغيير. مرات لازم القائد يكون ذكي، ليمتى يتغير. يعني اليوم مو وصلت له. شلون وصلت له؟ شلون وصلت له قصدك؟ وصلت له يعني هذا القائد. انا اعرف شخص زميل زين قاعد ويا العبادي 2016، قاعد وياه نص ساعه، قال له عمي انت وفي وتحترم حزب الدعوه وتاريخ حزب الدعوه، لا تستقيل، علق عضويتك، جمد عضويتك وانزل بقائمة وحدك، استعد ان تنزل بقائمة وحدك ما بها اي داعية. لو نازل بقائمة وحدة وسجلها يما ملاحظة، وقلنا له طبعا يعني يعني كنا قريبين تعرف انت، وحكينا هذا الحكي. لو نازل انت قلت لي لا زين، بس بصورة عامة خلنا اقول لك فشي. اليوم السيد العبادي، يعني ليش اقول مو سياسي؟ مو معناه مو سياسي بمعنى انه لا يفهم او لا يفقه في السياسه، لا بالعكس. ولكن مو سياسي لخلق تحالف، السياسي لازم يخلق في الجو وبيئه انه توصل الى اهدافه. لذلك هو لما اشتغل دوله ولما اشتغل علاقات دوليه نجح، ولكن لما اجى يريد ينجح نفسه هو نجح العراق، طلع العراق من كثير من الازمات، طلع العراق من النفق الاسود اللي كنا بيه طلعه. ولكن لما هو راد ينقل نفسه كان يحتاج براغماتية عالية، وكان يحتاج تكتيك، فلا عنده تكتيك ولا عنده براغماتية. لا هنا اكو شيء نظري واكو شيء عملي، خلينا نحكي بالعملي. العملي ما يلي، والدكتور حيدر العبادي موجود واكيد هسه دا يشوفنا،
زين دز له رسالة أنا هسه دز له دا يقول الكلام صح له. أنا تكلمت مع الدكتور حيدر العبادي قبل الانتخابات لو بسنة لو بست شهور على ضرورة الدخول إلى الانتخابات. قال لي نصا وأنا هاي قايلها وياك وقايلها في أكثر. قال لي إبراهيم الحكومة القادمة حكومة 2018 لن تشكلها كتلة سياسية. العبادي دقيق فعلا دقيق قال راح يأتون بحكومة توافقية. فأني أكسب هاي السنة أني الآن خلصنا معركة التحرير استعادينا الثقة العالمية نصا خليني بهاي السنة البقت. وطبعا لأنه اللقاء والإصرار من عندي أنا كنت أشوفها بشكل دائم تكرر من عندي. قال لي سنة ست شهور تسعة شهور ست شهور خلوني هاي الفترة المتبقية أركز على الفساد فقط أكمل المعركة من بس اسمح لي أفتح معركة الفساد وما أدخل للانتخابات أبد. إذا أبدي من الآن أستعد للانتخابات وأفتح ملفات الفساد راح يكون استهداف سياسي وبالتالي ما راح أقدر أسوي شيء. الرأي اللي صار وهذا مو بس عاني يعني الرأي أيضا من الكهنة ومن قوى سياسية أنه إذا ما تدخل للانتخابات قد تكون أنت المستهدف. طبعا هو استهدف بالتأكيد يعني زورت الانتخابات على أنفه زيد ووضع في الواجهة وإحنا كنا نعرف التفاصيل على أي حال. فما كان مستعد وراغب بالانتخابات لو كان العبادي مقرر قبل ثلاث شهور. شو السالفة إبراهيم شو السالفة؟ هسه الرجل موجود. شو السالفة؟ بس لحظة يا أخي بس لحظة. كلف جماعة وشكل لجنة داخل حزب الدعوة. بس شكلت اللجنة. شو روح راجع خطاباته بالحملة الانتخابية؟ شكلت اللجنة حبيبي بس لحظة. شكلت. شوف عناده بالحفاظ على. بس لحظة يا أحمد الرجل موجود هذا بدأ اعتقد بالشهر الاخير او الشهر ونص وكان الشغل مرتجل وغير دقيق. اذا زين وما ياخذ الا جزء. هاي الخلاصه ما كان رجل سياسي. مو كان رجل سياسي يخلق بيئه. ثانيا اذا تسمح لي ثانيا اكو شخصين كانوا من الممكن بكل سهوله ان ياخذون رئاسه البرلمان ورئاسه الوزراء العبادي واسامه النجيفي. ذولا المفاوضات الفاعل الإقليمي الأكبر وهو الدور الإيراني واثنينهم حكوها قبل كنا نعرفها سريا وإحنا ما حكيناها أنه رفضوا الشروط الإيرانية للضغط لاستثمار الدور الإيراني في الضغط على المكون الشيعي لإعادته إلى البرلمان ورئاسة الوزراء. معناه أنه حتى لو العبادي أدار الموضوع سياسيا صح وحصل له في 60-70-80 مقعد واحدة أكو قرار إقليمي إبعادة عن الولاية الثانية. هذا معناه يعني العباد مو سياسي لا سياسي بس قرار اقليمي انه لازم يبعده ما وتذكر مواقفه كانت مواقفه نوعا ما حازم بالقياس نسبيا حازمه تجاه ايران. هو حازم مو بس تجاه ايران حاد تجاه ايران كان عنده تقاطعات مع الاكراد تقاطعات مهمه لا ننساها ولكن نرجع ونقول انا بتقييمي الشخصي انه هو لو كان قادر على أنه يخلق بيئة سياسية داخلية وعدد مقاعد كافية حتى العامل الإقليمي ما كان يأثر. يعني لو متجاوز 70 أو 75 مقعد تعرف أنت العملية السياسية شلون تنبني لما يكون أكو فارق كبير. وش وقت المقاعد حلت مشكلة؟ شو وقت حلت مشكلة المقاعد؟ شان حلتها الأياد علاوي؟ لا شو وقت حلت؟ أعتقد مع الدعم الدولي اللي كان عنده. بس هو لما يدخل انتخابات والفارق ما 3 مقاعد و5 مقاعد أعتقد صعبة شغلته كانت مع التحديات اللي هو كان يواجهها. ما فد مرة من كل الدورات الانتخابية المقاعد الكتلة الأكثر عددا هي حسبة الأمر. لا هي حتى المقاعد نتيجة لمؤثرات خارجية. لا بال 2006 أكثر عدد ائتلاف عراق موحد انتخبوا جعفري ومصر. ما يصير صخب. لا 2010 العراقية أكثر. خالف الزمن اختلاف. ولا حد. المعطيات اختلفت. سيد العزيز الزمن اختلف المعطيات اختلفت. هذا رجل طالع من معركة منتصر عسكريين. اجينا 2018 دكتورة اجينا 2018 وصار ذيك الانتخابات اللي كل العالم بدأ يعرف تفاصيلها مهزلة وينضرب الدستور مرة أخرى عرض الحائط لا كتلة أكبر عفوا لا كتلة أكثر عددا لا شيء ويجعنا السيد عادل عبد المهدي بباراشوت نزل صار رئيس وزراء أي موجه أنا ما أعجب من يبدأ أنا لا أنا أكتفي بتقييمك اللي هنا أنا لأنه أنا سامعها باور خل أحكي للتاريخ قاعدين أنا وقصي بيت دكتور قصي فقلت له أنا تدري بديت أحكم على تجربة الرجل استقال ما عند من نائب رئيس الجمهورية وزير مالية وزير نفط قلت له أتوقع عادل عبد المهدي سيكون وزير ناجح لأنه هادئ متسامح بنص رئيس وزراء ناجح أي والله
قال لي دكتور آسف دكتور لا براحتك احكي. قال لي أنت ما تعرف عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي سيكون أسوأ أنا آسف أسوأ رئيس وأفشل رئيس وزراء. زين دكتور قصي هاي هذا بالتكليف فهو اللي قيم أنا بعد ما قيم. يعني بكل صراحة أقول لك يا هي حكومة هي حكومة الخسارات الكبرى شيعيا وعراقيا. ليش؟ شوف لما يجي شخص ما عنده رؤية ولا عنده الإمكانية ولا عنده البيئة اللي تخليه يكون هو اللي ما ما عنده يعني هو فقط راد. أنت سمحت له وقلت له وتنازلت وقلت له خليه يقيم. صار إيه لا تقاطع دخلي حجي. أنا أعتقد أنه السيد عادل عبد المهدي أراد فقط أن يضع في مذكراته أنه هو رئيس وزراء العراق. أنه يكون رئيس وزراء العراق. ما عدا هذه الرغبة ليست لك لم تكن لديه أي خطة. والدليل التداعيات اللي شفناها. التداعيات بحيث الدولة كانت تسير على غير هدى. والأحداث اللي صارت فذلك هي حكومة الخسارات. من كان يدير الدولة الآن؟ الخسارات الكبرى. رئيس وزراء بكل هاي الصلاحيات التنفيذية اللي ينطيها للدستور. وانت تقول بس يريد يصير اسمه مجرد رئيس وزراء. منو كان يدير الدولة؟ هاي الدولة بكل تفاصيل. أكثر من طرف كان يدير الدولة في رأيي بذاك الوقت. أكثر من طرف كان يدير الدولة. وكان ليش تنازل عن حقه بإدارة الدولة؟ عادة صاحب السلطة وصاحب الصلاحيات جزء من شخصية الدكتور. ما ينتي صلاحيات. لا لا بالعكس يحاول ياخذ صلاحيات أكبر. بس مو سيد عدل. مو سيد عدل عبد المهدي. ليش مشكلة بصلاحيته؟ حتى من رؤيته بالإدارة. حتى من كان في وزارة النفط دائما يعني يحب التوكيل. احنا ليش المثل العربي يقول البعير من يوقع تكتر ستشاتشينه. خلينا نصف الرجل. لا قد يكون رؤية الرجل بالإدارة انه انا اوزع صلاحياتي. مدير مكتبي انطي صلاحيات، وزراء ينطيهم صلاحيات، بس الخلل يجوز الدوله. قوات الامن تروح تكتب راحه صلاحيات. الفاعل الاقليمي المساعد يدير سياسه الدوله الداخليه والخارجيه بكيفه. عزيزي اليوم احنا نتكلم عن دوله اهتزت من جذورها. اليوم نتكلم عن احداث صارت صار شرخ بداخل المجتمع العراقي. اليوم اللي صار الشباب اللي السنه ونص لو سنتين كملت تقريبا مع مع تصريف الاعمال عبر السنتين مو ما ادري ما اي عبر السنتين ايش قد اثرت على العمليه السياسيه هاي. احنا مو قلنا التجاوز على فوز اياد علاوي كان بدايه المرض. مع حكومه عادل عبد المهدي دخلوها نعاش. وصل ستيج 4. انتهى ستيج 4. وصل ستيج 4 مرحله. زين خلينا نحكي عن باكر. نحكي عن باكر. نحكي عن باكر طول التقرير. هسه ما نحكي؟ هسه تخلي نشوف التقرير الأستاذ. اصبر على اولها تعرف شنو تاليها، واولها صبرنا علي صبر ايوب، وما باقي غير كم شهر ونعرف منو رئيس الوزراء القادم. انتبهوا زين، الشيعة حسبوها غلط من كتبوا الدستور بسنة 2005. شنون؟ اتحمسوا وعجبتهم كثرتهم وزرعوا المادة 76 اللي تقول ان الكتلة الاكثر عددا هي اللي يكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل الحكومة، على اعتبار ان هم اغلبية ومتجاوزين خلافاتهم الداخلية، فبالضرورة ائتلافهم راح يكون هو الكتلة الاكثر عددا. هيك زرعوا الحقل. اما بالبيدر فنتج غير شيء. ما مرت غير دورة برلمانية واحدة بعد اقرار الدستور يعني ب 2010 الا وتفرقت قوائمهم بين دولة القانون بتحالف وبقية الشيعة بتحالف اخر هو الائتلاف الوطني. بوقتها السنة قالوا جتنا، فخلوا شيعي علماني هو اياد علاوي على رأس قائمة كادت تأكل رئاسة الوزراء لو ما المحكمة الاتحادية اللي أنقذت الموقف بتفسير معنى الكتلة الأكثر عددا بما يخدم دولة القانون. وبألف يا أربيل يلا الشيعة احتفظوا برئاسة الوزراء. المعنى أنه حساب الحقل مو هو حساب البيدار، لهذا دائما رئاسة الوزراء ما تخضع لمعادلات رقمية أو حجوم انتخابية أبدا. ماكو هيك شيء. في 2010 المفروض العراقية تتكلف، بس تلاحقولها بالإبر القضائية. ب 2014
المفروض المالكي يروح ولاية ثالثة، بس ما خلوه بقرار سياسي مو بس شيعي بل من كل الأطراف، فصار العبادي بمكانه ومشت الأمور. نفس الشيء بال 2018 الشيعة تفرقوا خندقين، الفتح ومن معهم وسائرون ومن معها، وضاعت الكتلة الأكبر فاضطروا يدفعوها بقصبة ويتفقون على عادل عبد المهدي، وبالنهاية انتهينا لفقدان الشيعة أي إمكانية لفرض خياراتهم السياسية، وشوية شوية إلى أن اضطروا يكلفون شخصية من خارج الإطار هو مصطفى الكاظمي، رجل علماني ما له علاقة بالإسلام السياسي. شنو الفكرة من هالسرد التاريخي؟ الفكرة أنه العوامل اللي تتحكم باختيار رئيس الوزراء من عام 2010 تجاوزت قدرة القوى الشيعية، وصار الموضوع بيد الظروف واللاعبين الكبار من الشركاء المحليين والإرادة الخارجية، بمعنى أن القوى الشيعية أضاعت البوصلة، وواضح جدا أنها تدرك هذا المأزق وتحاول تعالجه، بس ما عندها حلول لأن الاستقطابات داخل المكون صارت شديدة جدا، جماعة إيران بخندق وجماعة اللا إيران بخندق، جماعة اللا دولة بخندق وجماعة الدولة بخندق، وبهيج حالة الشركاء السنة والكرد أوراقهم صارت أقوى من قبل. أي نعم الميزان اختل، الدورات السابقة مثلا كان عندنا 3 قوى مؤثرة بتحديد هوية رئيس الوزراء، كان عندنا 3 عواصم مؤثرة بتحديد الوزراء وهي طهران واشنطن النجف. طهران وواشنطن ضعف تأثيرهن كثيرا مقابل بقاء تأثير النجف كما هو إذا ما نقول صار أقوى، ومعلوم أنه ضعف تأثير إيران راح ينعكس على ضعف موقف القوى القريبة منها، وهذا يعني بالضرورة تقوية الطرف البعيد عن طهران والعكس صحيح. أما إذا جينا على أسماء المرشحة فنقدر هواي نسولف، مثلا رئيس الوزراء القادم من بيت الصدر مباشرة لو من الصدريين بالتزكية، الكاظمي عنده حظوظ لو محمد الشياع السوداني يفوز بيها، عبد الحسين عبطان لو فائق زيدان هل تعود حظوظ المالكي لو العبادي يرجع، عدنان الزرفي ممكن تتجدد حظوظه لو الاسم راح يكون مفاجأة مدوية، حيرة وغموض وأرض رجراجة، واصبر على أولها تعرف شنو تاليها، أولها حساب حقل شيعي قصير النظر، وواضح أنه تاليها راح يكون حساب بيدر يا دوب يطلع مصاريف الدعاية الانتخابية. أنا تركت تقييم حكومة الكاظمي حتى أبديها من سؤال، هل لدى الكاظمي حظوظ للعودة إلى ولاية ثانية؟ هنا نقدر نقيم حكومة الكاظمي. قلت لي ليش عفته؟ ما عارف والله ما عارف. زين بس تركت هو أقول لك سجين سياسي وناطق مستقيم شو تقيم يعني؟ زين فتركت التقييم لهذا السؤال، هل لدى الكاظمي حظوظ بالعودة إلى ولاية ثانية؟ حتى أبدأ بالسؤال الرئيسي اللي هو من هو رئيس وزراء القادم؟ سؤال لي؟ أي تفضل. خلينا نتفق على 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 مبدأ إنه سيد الكاظمي جاء بمعادلة. معادلة جدا حرجة ومعادلة مو طبيعية، يعني كانت ظروف إقليمية وداخلية جدا معقدة أنتجت يعني عملية قيصرية. السؤال هو هل دائما بالعمل السياسي وولادات القيادات تكون هناك العملية القيصرية تعاد بتفاصيلها؟ صحيح التاريخ يعيد نفسه بس يعيده بشخص جديدة ويعيده بظروف جديدة، الحالة قد تنعاد أن يأتي شخص يعني يعني ما غير متوقع. أنا أشوف اليوم سيد الكاظمي إذا كان هو راغب في إنه يستمر خاصة بعد أن تخلى عن المنافسة السياسية، معناه راح يستمر بدون أي غطاء سياسي أو غطاء برلماني، فإذا عليه أن يا أما ينتظر إعادة لنفس المعادلة يا أما هو يقوم بالمساهمة في خلق المعادلة اللي راح ترجعه.
اوكي جاوبتني على حظوظه بس ما قيمت ابراهيم قيم. لا انا خل اجاوبك على حظوظه. لا مستعجلين مستعجلين. اي ما خل انتوا اللي عبرتوا تقييم حكم الكاظم. لا لا حسن عاد انتوا اللي عبرتوها. سالتني على الفرصه حكيت ما قلت لي قيم. مو انا حتى ما انسى حتى ما انسى تقييم كرئيس وزراء. اوكي اكو خمس رؤساء وزراء قبله قيمناه. اوكي خليني اكون بانصاف هسه. انا بالتاكيد يعني ما حد راح يقول لي انه انا مثلا امدح الكاظمي او متحمس للكاظمي. يعني ما اعتقد واحد يقدر يتهمني بهذا الشيء. بس راح اضغط على نفسي جدا واسمو على جرحي جدا واكون موضوعي. اولا احنا كنا نعرف انه فتره السنه اللي قادها الدكتور عادل عبد المهدي السيد عادل عبد المهدي كانت واحده من الأسوأ يمكن الأسوأ واللي تركت انقاض كبيره جدا مع تهدم المنظومة السياسية إلى درجة كبيرة. البرلمان كان في قارة والحكومة في قارة. ينتهي يبدأ دوام رئيس الوزراء الساعة الرابعة والخامسة فجرا وينتهي الثنتين الظهر. الثنتين الظهر يبدأ دوام البرلمان. يعني حتى التواصل إحنا حكومة برلمانية اللي يفترض أن تكون متواصلة مع البرلمان والحكومة فرق توقيتك فرق توقيت فرق الساعة البيولوجية فرق بالساعة البيولوجية بشكل كبير. زين لا تعتبره قليل فشيء مهم جدا بالمناسبة. ها جاء الكاظمي. أنا لحد الآن أدافع عن فكرة الكاظمي. آخر لقاء للسيد عدنان الزرفي آخر رئيس وزراء مرشح قال له أنا موجود كان استعاديت هيبة الدولة واستعاديت السلاح في أيام أنا وفريقي. أنا أعتقد ومن معرفتي لشخصية الصديق عدنان الزرفي وتحياتي إليه وأتمنى يبقى لاعب مهم في السباق. لو كان عدنان الزرفي نفس الكلام اللي قلته في تسريب صوتي في كلام كان ذهبنا إحنا الآن في الحرب الأهلية. الشخصية المطاطية لمصطفى الكاظمي هسه أنا ملاحظاتي اللي أنتقدها على مصطفى. أوكي اسمح لي أنا بعدني أسجل الملاحظات. البنك المركزي والمزاد حالة هاتف النقال ما تراجع بها لو ينقص راسي. التوطين رجال الأعمال الكبير اللي يأخذون الجزء الأكبر من الموازنة بشكل علني بشكل سري. وهي أتمنى السيد مصطفى الكاظمي ولجنة أبو الرغيف تستدار لها الآن بسرعة حتى يدخل التاريخ. وهو اليوم أو البارحة قال إحنا ماشيين بالفساد. ما أيضا أعترف لا ماشي بالفساد بشكل جيد. أنا ماشي بمكافحة الفساد. ماشي بمكافحة الفساد بشكل جيد. على مودك. زين. لكن. على مودك. أنا ما خاف أحمد. شو يريد يصير؟ نبشوني من فوق اللي جوا كل شيء ما عندي. هنا ذن الحكايات. بس خلينا كمل. كمل. خلينا كمل. مصطفى الكاظمي هاي الشخصية المطاطية لمصطفى الكاظمي لحد الآن أبعدتنا من حرب أهلية قادتنا إلى حوار حقيقي أمريكي. يمكن لو تستخدم المرينة. لا لا لا. لا. مطاطية. يعني لا لا ما خل. المرينة شوية. لا أكثر زين. أهم. زين. أهم. عن مصطلح سياسي. قادتنا إلى حوار إيراني سعودي مباشر وحقيقي لأول مرة. زين. وأني واثق وهذا أنا قايله قبل لا يصير مصطفى وقايله في تسريباتي اللي بعضها تحقق وياي عليها أنه مصطفى الوحيد اللي يقدر يشتغل بهاي التوازنات. هنا المؤثرات إقليمية إذا نجحت المفاوضات الأمريكية شوف لا تزكية الصدرين ولا كتلة ولا أنطى تضامن أو تعهد ما راح يرشح للانتخابات حتى يظل مستقل. أيه؟ إذا نجح التقارب الإيراني السعودي والتفاهم الأمريكي الإيراني ستكون حظوظ مصطفى الكاظمي هي الأكبر. وإذا فشلت فعليه أن يغادر الساحة بشكل كامل. هذا التقييم. طيب التقييم تقدر تعطيك تقييم. تقييم الحكومة. أداء. تقييم لحد الآن غير؟ إيه لحد الآن. بالعكس أنا لحد الآن. سنة هو اليوم كم الشهر؟ اليوم سبعة. اليوم كمل سنة. أول شيء. سبعة خمسة. أول شيء نال الثقة اليوم سبعة خمسة. أول شيء إنه هو رجع فكك مسألة إنه رئاسة الوزراء المختطفة. رجع رئاسة الوزراء للدولة العراقية. هذا تقييمي. هذا أول خطوة. وين كانت ليش؟ كانت مختطفة يعني. وين كانت؟ ريمو إحنا اتفقنا من قيمنا رئيس الوزراء اللي قبله. هي ترى رجعنا. ترى كانت بيد مدير المكتب هسه صارت بيد الأصدقاء. هذا تقييمك. أنا دا أحكي عن تقييم. ما حكيت من قيمة. أنا أحكي عن. أنا عم طني أمو أنا عم صرت مثل أحكي بشكل العام. كمل. فلذلك أنا اليوم أشوف إنه أولا هو قدر يرجع مكونات الدولة أول شيء. اثنين دخل في ملفات إقليمية مهمة ويعرف كل زين هي انعكاساتها على الداخل. سوى سابقة وراح يتركها للرئيس وزراء الوراء أو هو يبني عليها إذا هو بقى وهي مال اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد. هسه الناس راضية بالمستوى ولكن أفضل من غيره على الأقل جاب ناس كبار ودخلهم جوا وطلعتك اعترافات.
وبلش يمشي. هسه ناس تقول انتقائيه، ناس تقول مفتوحه، ولكن هي حتى اذا صارت انتقائيه بالحكومه الجايه راح تجي تفتر الانتقائيه وتكمل. خليني استرسل، خليني استرسل. سمعت لك هو نقاش احمد كل ساعه مسوي لي اقوم مو جاي تقاطع سجين سياسي وطالع من السجن وما شايفكم صدق ما تستوعبون. مو جاي تقاطع، بس شفت الفكره الخطيره اللي قالها؟ يقول لك حتى لو نجلت ابو رغيف انتقائيه فرئيس الوزراء القادم راح ينتقي غير، راح ينتقي غير هو والفساد شوي شوي. هذا اللي اقول اليوم. اليوم الاذن نرجع، هو استعاد رئاسة الوزراء للدولة العراقية، هو أسس لمكافحة الفساد. نعم احنا يعني نرى انه اكو تقصير عنده في بعض الجوانب، في بعض الاشياء كنا نريد من عنده اداء افضل بكثير، نريد منه عمل افضل، ولكن انا في رايي اضعف مفصل عند السيد الكاظمي هو انه لحد اللحظة هذه ما قدر يخلق فريق قوي متجانس قادر على أن يعمل بقوة مع كل القوى السياسية ويستثمر الفرص. فريق سياسي. هذه من طلعت من السجن. هذا برأيي نقطة ضعف. نقطة ضعف الرئيس. 12 دقيقة ولا 13 دقيقة شباب. أخذ 4 تسلم لي ممنون. 14. طولوها بعد 20. 14. المعايير. صرنا أخذ كلام من عندي. المعايير. لا أبدأ. هلا 14 دقيقة. هلا 14 دقيقة. أبدأ أحكي بيها عن العوامل المؤثرة على اختيار رئيس الوزراء القادم. لا ترجعوا على تجارب يعني تجارب السابقة. يعني الأمور اختلفت، الظروف اختلفت، الوضع اختلف. أكو عوامل مؤثرة على اختيار. عظيم أنت بالأسئلة يا أخي. ها؟ عظيم أنت بشرفي. أبو يا أخي والله مدرسة في الأداء التلفزيوني. شرفي. أشكرك. أنا هذا كاتب السؤال ده أقول لك بيه. قبل شوية كان زعلان بيجوم. راح يقوم السجين السياسي. السجين السياسي راح يقوم. إيش قد كان مكروه من ناطق هسه إيش قد ينعب. حبيبي جاوبوني ما هي العوامل المؤثرة في اختيار رئيس الوزراء القادم؟ راي. مقاعد انتخابية، ظروف داخلية يعني. قوة نافذة داخلية، كرد سنة يأثرون باختيار الرئيس الوزراء الشيعي، نجف وتأثيرها والمرجعية وتأثيرها، إيران وواشنطن وهذه القصص القديمة. شنو اللي بقى منها؟ ياهو اللي زادت قوته، ياهو اللي قلت قوته. هي أبو قصور هي كلها موجودة. حتى بعدين حتى اللحق حتى هي كلها موجودة. يصعد متغير ينزل. إحنا حكينا يعني أنا أقول لك إذا تم التفاهم السعودي الإيراني لن نروح للانتخابات ولا أبد. مصطفى الكاظمي حتى لو يتنازل من الجنسية العراقية يجيبونه رئيس وزراء بلا اتفق. إيه طبعا كل واحد يعطي اللي يعازل جماعته خلاص. يعني لا تروح لك تفكر بأي شيء تسقط كل الماء. وبالتأكيد القوى السياسية يعني لا راح تعترض المرجعية، لا راح تعترض القوى الإقليمية الأخرى، لا راح تعترض الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الجوكر إذا طلع إذا نجح ونتمنى تنجح بالمناسبة زين. بس تعال قل لي الموضوع الأكثر خطورة أحمد. إحنا هنا هاي آخر انتخابات أنا وأنت ودكتور صيب كل واحد. إذا صارت مثل انتخابات 2018 ومع كل احترامي للسيد رئيس مفوضية الانتخابات وأنا أعتبره واحد السيد القاضي جليل من أفضل رؤساء المفوضية لحد الآن، بس سيادة القاضي يحتاج لك شغل هواية. لا تسمح بغير البايومتري ولا تسمح بالتأثير بالبايومتري. هسه طلعنا لا قواعد. إحنا ما إذا صار تزوير هو هذا مشكلة إبراهيم. مشكلة إبراهيم إذا صار لا بجد ما ما شاء الله الذكاء الكبير اللي عنده والأفكار اللي عنده من يحكي فكرة تتفرع منها ألف فكرة زين. فيريد كل اللي يغطيه. بس إذا فشلت الانتخابات هاي آخر كلمة. إذا فشلت الانتخابات لا نروح لا نريد حكومة ولا بد علينا الواجب الوطني والأخلاقي. كنا ندعو إلى النظام إلى سقوط النظام السياسي إن لم يسقط هو تلقائيا. جيد أنا أعرف سؤالك فراح أجابه مباشرة. زين ثلاث قواعد راح تحكم من هو الرئيس الوزراء القادم. وهي قاعدة رقم واحد لن يكون أي رئيس وزراء سابق أو مكلف. نسوي تسقيط فردي. هاي واحدة. نتراهن. أوف 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 أوف. هاي واحدة. لا لا. خلينا نكمل. رجع. ايه؟ لن يكون أي رئيس وزراء. ما راح أعدد اسمه هسه اللي سمع. أي رئيس وزراء سابق كان لن يكون رئيس وزراء وأي رئيس وزراء وأي شخصية كلفت رسمياً هم لن تكون. هاي قاعدة رقم واحد. قاعدة رقم اثنين. لا لا فد لحظة تسوي قاعدة على أي على إيش؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ سوقت قاعدة. على أساس هذا التنبؤ. عندي وقت اشرح يعني سريع لان المتغيرات اللي جايتك بالمرحله القادمه متغيرات جدا جدا كبيره، فلا راح تسمح ان تعاد تجربه من التجارب حتى لو كانت هاي تجربه
شبه ناجحة مثل ما قيمنا الدكتور العبادي، فما حد راح يسمح تعاد هذه التجربة، راح تبقى التناقضات، راح يروحون إلى مبدأ نريد لنا واحد جديد. أما الذين كلفوا السبب ليش؟ لأنه هو ليش أصلاً من كلف، ليش ما كمل؟ هذا السؤال نفس الأسباب. لا لا، سيد توفيق علاوي كان عنده أسباب، والسيد الزلفي كان عنده أسباب. لا، سيد توفيق علاوي مع حبنا واحترامنا وتقديرنا إليه كان مجرد تمويه، أما سيد الزلفي كان محاولة ناقصة. أنا هذا تقييمي صحيح. اليوم زين. هذا تمويه، أما المحاولة الناقصة كسب وقت. تقول لي ليش جيد. تقول لي ليش عدنان الزلفي اليوم رجل كلف، وليش ما راح يكلف مرة قاعدة ثانية؟ ها القاعدة الثانية، جاوبني ليش ما يكلف. جاوبني ليش ما يكلف. أنا أقول لك أكفد مقولة الماتسونج المؤسس الصيني يقول يقول أكبر خطأ يقع فيه السياسي عندما يكشف عن كل أدواته قبل أن يحين أوانه. عدنان الزلفي كشف عن كل أدواته قبل حين أوانه، فلن يكون رئيس وزراء. جيد. هاي واحدة. فنرجع إلى القاعدة رقم 2. القاعدة رقم 2 هي تقول إنه الشيعة في معادلة رئيس الوزراء القادم سوف يكونون الأضعف وليس الأقوى، وأنت ذكرتها. وإحنا ضيعوا البوصلة. ضيعوا البوصلة فيكونون ضعيفين، فراح يكون القرار اليوم بالتثالث سني كردي شيعي. يعني الشيعة بدل ما يكونون أصحاب القرار ويعرضون على الآخرين راح يكونون لهم الثلث. لحظة دكتور قصي. الشيعة عادة أصحاب قرار. بس هم اليوم إيش قد ذكرنا سيد الجعفر تحياتنا. ماكو مش بعد شيعة إسلام سياسي. عفو. ذكرنا اليوم هواي تحياتنا إلى رمضان مبارك إن شاء الله. الشيعة كانوا أصحاب قرار واختاروا الجعفري، لكن الكرد وجزء من السنة ما وافقوا. الآن أي خيار شيعي لقوا البوصلة الشيعة اختاروا كقوة سياسية جهات نافذة شيعية واختاروا شخصية شيعية وقدموه للفضاء الوطني. ليش كاك مسعود ما قبل؟ مهمة باكر العزم ما قبل أو تقدم ما قبل. بس بعدكم شلون تمشي؟ يقدرون الشيعة يفرضون. اسمح لي أستاذ العزيز، أنتم بعدكم أول شرط شرطت علينا إنه لا تفكرون بالقواعد القديمة، ألغوها القواعد القديمة. جيد. فإذا لازم تلغي القواعد القديمة، أولاً أنت عن أي شيعة تتكلم؟ عن إسلام سياسي ولا شيعة ليبراليين؟ الإسلام السياسي داخل ممزق ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، والليبراليين اللي متوقع تفرزهم لا داخلين بين 30 إلى 40 حزب، ما راح نعرف شنو القوة اللي داخلت لهم، وهذول ما حد اللي متوقع تفرزهم الانتخابات. اثنين، منو اللي ضابطه في كل انتخابات من 2003 اليوم؟ أني وأنت وأستاذ إبراهيم كلها نعرف كان أكو ضابط إيقاع، وهذا ضابط الإيقاع حمين بعد ما موجود الآن. ما له بديل؟ لا ماكو بديل. لا زين ما صار اكو زعامات. لا انتهى. ماكو بديل. اكو زعامات وقيادات تيجي وتروح بعد ما ممكن يصير ما تتبدل، وذا يستنسخ بعد 50-60 سنه. فاحنا نحكي على باكر. زين نحكي على باكر. فالقاعده رقم 2 انه القرار لن يكون الشيعية في اختيار رئيس وزراء 100% ولا حتى 50%، راح يكون 33% و33 كردي و33 سني. القاعده رقم 3 هي هل راح تكون هناك انتخابات يعترف بها العالم بحيث يعترفون برئيس وزراء؟ هذا المهم. هذا رقم 3. هذا المهم والأهم. الآن كل العالم الداخل المجتمع الدولي والداخلي يراقب الانتخابات بناء على هاي القواعد الثلاثة. أنت مقتنع بهذا القواعد الثلاثة؟ بالأخيرة فقط مقتنع. بالأخيرة فقط مقتنع. ليش؟ يعني تتوقع الوزراء السابق يرجع؟ لا نجي على رئيس الوزراء السابق. لا أنا ما ناقش سابق، أنا ناقش قلت لك مصطفى مرهون بالاتفاق. لا 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 ما دخل مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي بعده موجود. أنا أقول سابق. أنا شفت كلش دقيق. لا راح يكون سابق ورا الانتخابات. لا 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 بعده موجود. بعده موجود وبعده يقدر. لا دكتور قصيد اسمح لي الآن بكل ثقة، الآن دورة القانون يطرح المالكي كمرشح. جوه أكثر من نائب. إيش قد قوة الثقة الفتح؟ إيش قد راح تجي؟ اسمح لي. بكل قوة الفتح ده يطرح سيد هاد العامري. زين سيد حيدر العبادي نازل بالنصر هو والحكمة وجوز عندهم مقاعد وجوز يطرح نفسه. هو ما يطرح رئيس وزراء ليش يدخل الانتخابات؟ لا كنت لي ما تطرح رئيس وزراء صراحة. هذا الحسم اللي تحكي به حاسم ما يرجع. على شنو بالي؟ إيه بس أنت الآن من الآن تقدر تعرف من المطروحين إيش قد ممكن سقف الدولي الحليمي. لا لا سيد العبادي إلى فرصة، ولا سيد المالكي إلى فرصة، ولا أخونا عدنان الزرفي إلى فرصة، ولا قلت لك أنا خليت هاي القاعدة. هاي القاعدة خم ما حكيت أنا غير لأنه اختصار للوقت. أنا أعطيك القاعدة ولا أعطيك تفصيل مالي شلون أرسنجت القاعدة. فلذلك أقول لك أنا لا سابق ولا مكلف. والشيعة لهم ثلث القرار وليس نصف القرار، والثالثة هل راح يعترفون بالانتخابات؟ وفق القواعد اللي تتحدث بها دكتور والأسماء اللي مطروحة حاليا نسمع وأسماء تطمح عدا اللي أنت تقتنع أو معتقد أنه ما راح يرجعون السابقين والمكلفين. نعم. أسماء نسمع سيد محمد الشيعة السوداني، سيد عبد الحسين عبطان، نسمع السيد حتى سيد فائق زيدان دائما ينفي، بس أكو قوى سياسية هم تطرح اسمع. ممكن بشوف فائق زيدان يطرح في قبل انهيار العملية السياسية
إذا مشت إلى انهيار سيكون القضاء آخر بديل لمحاولة إنقاذها في الانهيار أو من تكون ماشية للانهيار. حتى أستثمر الدقيقتين الباقية، هاي الأسماء المطروحة، كل الأسماء المطروحة وفق القاعدة جدا من 33 33 33، من راح يعبر من عنده ثلاث ثلاث ثلاث. أنا يعني أشوف من الأسماء يعني محمد الشياع السوداني إلى فرصة كلش كبيرة، واحتمال يرجعون له محمد الشياع السوداني إلى فرصة، بس إذا قدر يلعبها صاحب الانتخابيا ويقدر يبني تفاوضاته. فائق زيدان قد يكون حل أخير، حل توافق، حل توافقي، حل خصوصا أنه هو قدر بالنتيجة لا تنسى القلعة القانونية مثل ما قال إبراهيم، لما كلش راح ينهار وماكو حلول، ماكو لازم ترجع القضاء يمسك الدولة، ترجع وهو يعني متوقع قدر جدا. أنا لذلك حتى والسيد اللي قال حتى ما أريد أذهب إلى السيد إلى خصومة مع القضاء لأنه هو البديل الأخير. صدرين رئيس رئاسة الوزراء، لن يكون رئيس الوزراء القادم صدري، لا مباشر ولا غير مباشر، لن يكون. لن يكون لن يكون لن يكون. ولو عندك وقت أنهم أنهم من حق الصدريين جدا ما يردوها لو مصير الآن، لا ما ما يردوها لو مصير. سيد مقتدى ما يريدها أنا بالعمق، هذا تحفيز انتخابي بالعمق. سيد مقتدى ما يريدها. شوف لا تصدق قيادة رمزية سياسية تروح تخلق قيادة موازية لها، لا تحفيز انتخابي، هذا السلطة التنفيذية قيادة، هذه القيادة الصدرية تحفيز انتخابي فقط. خلصت الحلقة، اكو صديق مشترك كاتبنا رساله اللي حق نقراها. خلينا نشكرك دكتور قصي محبوب السياسي الليبرالي والمتخصص في القياده الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. سيد ابراهيم الصميدي السجين السياسي والباحث في الشان السياسي، شكرا جزيلا لك. عندنا وقت نخلي المعلومات مال كوفيد ويا النهايه مو شباب جيد. خلينا بعد اشكر مشاهدينا وأقول لهم نشوفكم السبت إن شاء الله باعتبار باكر جمعة واستراحة.